النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، وهو المرض العام الذي يهلك في الغالب، يكون هلاكه للناس عاماً. قال: فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. ومن ثم فإن على المسلم إذا كانت له قرب، وهذا قد يكون لبعض الناس إذا خرج إلى الصحراء، فإنه في الليل يوكي هذه القرب وكذلك الأواني التي بها شراب وتكون مكشوفة بالليل، فعليه أن يغطيها